السلام عليكم، صح شريبتكم جماعة الكل؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة، إن شاء الله تعدى بيان سور سيونس حلوة حلوة برشا هذايا. به لله محمد رسول الله. به دونك طلبتوا مني الناس الكل الفترة الأخرى. السلام عليكم، صح دونك الناس الكل الفترة الأخيرة طلبتوا مني تجربتكم، طلبتوا مني برشا حاجات في ليتود دو فونكسيون. دونك أنا كي لمت الدنيا الكل معناتها الطلبات نتاعكم نلقاكم تسألوا، فما شكون يسأل على تيوغيم دو غول، فما شكون يسأل على لينيغاليتي داكروسمون فيني، فما شكون يسأل على تيوغيم دي فالور انترميديير، اللي مش فاهم الليميت، اللي مش فاهم الكونتينويتي، اللي مش فاهم الفونكسيون ريسبروك، اللي ضايع في اللوغ، في الاكسبوننسيال، في الانتغرال، في البريميتيف. دونك وانا في البرنامج بصراحه من الاول كنت ناوي نخدم ديريكتومون دي زيكزارسيس ولا دي بروبليم في ليتود دو فونكسيون. دونك لمت معناتها الطلبات نتاعكم الكل ليك، فهمتني؟ قلت زعما يا نزار شنو هو الحل؟ اني خاطر مش معقول معناتها باش نخدم ان بروبليم ديريكتومون وبرشا منكم مضيعين ديجا الكور ولا بارتي من كور. دونك نحكي معناتها الحديث هذا بور توت لي سيكسيون، معناتها لي سيكسيون الكل، معناتها الاسئله اللي جاتني متلامذه تاع لي سيكسيون الكل. فما السويد زاد. دونك اش قررت؟ قررت بطبيعة القرار خليته مش ديريكتومون، خليته بعد ما شفت روحي معناتها اسكو معناتها شوي كابابل معناتها اني نعطيكم كل شيء في السيونس ولا في زوز. دونك عملت ان بلانينغ، عملت بروغرام نتاعي، عملت الكور نتاعي، حضرت اموري، حضرت الدنيا نتاعي، لي ريزومي اللي عندي وكل شيء. في الاخر بالكل قررت اني نستعمل معاكم اون ميثود باش نعطيكم معناتها كل شيء في الاناليز في ليتود دو فونكسيون في سيونس، معناتها في سيونس و غران ماكس في دو سيونس، كنزيدو معاها سيونس تاع السويت. دونك كي هبطت البارح في الجروب قلت لكم باش نعمل اون دوزيام سيونس في السويت، كيف نتصور خير. دونك خير خاطر حسب ما طلبتوه مني وكل شيء. دونك لازمنا معناتها من الاول بالكل معناتها الاناليز وليتود فونكسيون بصفه عامه نحصروا لي تيوغيم نتاعو، لي فورمول نتاعو، لي كيستيون كلاسيك نتاعو وكل شيء، باش من بعد هيك كي نخدمو دي بروبليم ما نلقاوش رواحنا ضايعين. باه براتيكمون هو مازال تويكا نقولوا شهر ونص على الباك، نحي الجمعة نتاع جويليا اللي هذيك تفهمنا فاهم اللون نورمالمون تكونوا محضرين كل شيء من هنا ل 30 جوان. مازال برشا وقت حتى اللي ضايع وانا قبلي كبركة معناتها فما 5 ولا 6 ميساج ورا بعضهم بعد شقان الفطر. مسيو راني ضايع في ليتود دو فونكسيون، مسيو تبدانا من الاول رانا ماني فاهم حتى شيء، راهو ضيعت الدنيا الكل. فوالا معناتها هذوما لي كيستيون اللي يجوني كل يوم، معناتها كل ما نحل ميساجري نتاعي نلقى بلان دي كيستيون كلهم يسبوا ما عادش وقت وضيعت ونجم نخلط والمورال طايح وكل شيء. انا نطمنكم لهنا شهر ونص سي تري سوفيزون، فهمتني؟ براتيكمون سي تري سوفيزون انكم تحضروا مرتاحين. زاد نساو الوقت، نساو كل شيء، نساو الدنيا الكل، خموا في حاجه برك انك باش تنجح الباك، ما عندكش حاجه اخرى تخمم فيها كان انك تنجح الباك. وباش تنجح الباك لازمك تنحي من مخك ستريس نتاع الوقت، سيختو ستريس نتاع الوقت وستريس اخر من نوع اخر بالطبيعه. ستريسك العباد اللي على اليمين على اليسار، هاك ما عادش باش تخلط، هاك الباك قربت، هاك ما عملت حتى شيء، هاو صعيب، هاو نعرف شكون العام اللي فات كيف هاو درا شنو، هاو صحابي، هاو صاحبتي، هاو صاحبي مريفزين مليح وانا مازلت ليه. مازال برشا وقت خليك كونسونتري في حاجه برك تو في الباك نتاعك، ما تخمم في حتى شيء. شهر ونص كي نحو منهم جمعه، معناتها نورمالمون هما شهر وثلاثة جمعات بالضبط مازالوا، اما شهر ونص، شهر وجمعتين، خاطر الجمعه الاخرى نورمالمون تقعد ترتاح فيها، فهمتني؟ تيجا تبدا محضر وكل شيء وترتاح على روحك. دونك شهر ونص 45 يوم سي تري 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 سوفيزون انك تحضر الباك نتاعك، ميم حتى اذا كانت اليوم في اللحظه هذه مضيع كل شيء.
حتى كانك في اللحظه هذه مضيع كل شيء سي تري فاسيل معناتها دابخي ليكسبيريونس نحكي لك دابخي التلامذه اللي قريتهم قبل واللي جاوني ضعاف وكل شيء وحكيت شيء هذايا معناتها في دي كونفيرونس اخرين مع في الجروب معناتها في مع جماعه الجروب معناتها في الشان هذا دونك كونسونتري فو معناتها البريباراسيون للباك اعرفوا كيفاش تحضروا باش نوريكم انا اليوم ديجا الميثود كي هبطت البارح راني باش نخدموا ايتي دو فونكسيون معناتها كل شيء على تيت فونكسيون مانيش نلعب معناتها حضرت ان بلان واضح قدامي فهمتني نحبكم زادة ابار انكم تراجعوا معايا معناتها لي تيت فونكسيون من الاول للاخر ونشوفوا بعد شويه البلان تاع كور نتاع الليله تعلموا زادة كيفاش تنظموا البلان تاعكم تعلموا كيفاش تنظموا البلان تاعكم راه ما كانش ساهل اني نعمل البلان هذا راه ما كانش ساهل باش نبدا من الاول بالليميت والكونتينيتي والديريفابيليتي دونك سا سيغ ريان اذا كان نبدا ديريكتومون بهذوما الباز نتاع الاناليز نتاعكم هما اللوغ والاكسبونونسييل اوكي دونك تو تشوفوا بعديك البلان اللي حضرته باش ننجموا نخدموا كل شيء باه فما ان شاء الله ان دوزيام سيونس بحول الله ان شاء الله ما تقلقوش خاصه في الاخر تو من الاول نفحين وكل شيء لكن في الاخر ان شاء الله ما تتعبوش وما تقلقوش اما معناتها باش نعملوا ان دوزيام سيونس ان شاء الله في السويت كيما باش تكون اليوم باش نعملوا بها ريفيزيون كامل السويت كان تعبت ولا حاجه وكتب بارتي صغيره ما كملناهاش اليوم باش نخلوهم على السويت اما غران ماكس سيونس اللي من بعدها مع السويت باش نكملوها سي سور وكان فما بارتي صغيره باش تقعد من توا في الليله وفي الليل وتعبين وكل شيء دونك نجمو نخلوها البارتي الاخرى نكملوها مع السويت في صوره ما معناتها قلقتو باه اون جينيرال معناتها دون تو لي كا ان شاء الله دو سيونس نسكروا بهم لي تيت فونكسيون والسويت اوكي هكا كي نخدموا لي بروبليم تشوفوها سهله كيما ريت ديجا في البروبا معناتها نحكي على التلامذه اللي حضروا معايا في البروبا اللي حسوا اللي بالحق البروبا سهله برشا واسهل من اللي كانوا يتوقعوا دونك خليك معايا بالله خليك معايا سي تري امبورطونت سيونس هذيا خليك معايا للاخر تبعني من الاول للاخر خاطر كان تفوتك فورمول بون تفوتك فورمول معناتها ما عادش نجم تراترابي بعديك كيما عودتكم زاد باش نخدموا هذا الكل راهو مش كور بركه كور بلوس ديزابليكاسيون معناتها دي سو فورم دي كيستيون تيباك جو دي بيان دي كيستيون تيباك معناتها كل فورمول باش نخدموا عليها ديزابليكاسيون سورتو لي فورمول الكبار لي فورمول اللي ديما يتيحوا في الباك اوكي دونك لالا محمد رسول الله خلوا لي بالله جوست ان كومونتير juste un commentaire قولوا لي اللي سون سافا و اللي صوت سافا وخلنا نقصدوا ربي باش نعطيكم البلان اللي باش نخبوا به باش نحط البلان قدامكم باش نعرفوا الناس الكل على شنو قادمين الليله حاجه اخرى ما بديناش العشرة كيما العاد بدينا التسعة نورمالمون فاهمين علاش خاطر طويله شويه السيونس على ذاك باش نبداو بكري شويه الليله ماناشنا العشرة باش نبداو التسعة خاطر فما خدمه في السيونس ولازمكم تكونوا كونسونتري لازمكم تكونوا كونسونتري باه جوست قولوا لي اسكو الصون واصل مليح واسكو ليماج واصله مليح باش نعطيكم البلان ديريكتومون باش نبداو افيك لو بلان دو كور لو بلان تاع سيونس تاع الليله اوكي ميسالش حتى اللي فوت سويت المره الاولى خاطر المره الاولى خدمتها جوست مع جماعه ليكونومي جيستيون ما خدمتش سويت مع لي باك سيونتيفيك مع جماعه ليكونومي جيستيون واللي يحب يعاود ميسالش اوكي تري بيان دونك باش نقصدوا ربي ان شاء الله دونك باش نبدا افيك لو بلان دو كور باش تبعوه الليله حاجه بركه اقعدوا مركزين معايا تعبتوا ميسالش ديجا ماكمش تعملوا في حاجه كبيره دونك تعبتوا اقعد تبع معايا للاخر دو بريفيرونس كالعاده نقول لك اخو ورقه وستيلو واخو دي نوت اوكي فوالا معناتها بور لي زابليكاسيون بور لي تيوريم كل شيء معناتها جو في بريسيزي كل مره انا هي الفورمول اللي اهم من اختها وانا هي اللي تاخذوها اكثر من 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 صاحبتها فهمتني هكاك دونك ان شاء الله نخرجوا معناتها دي ريزولتا مهمين برشا الليله بحول الله باه دونك دونك هذا البلان تاعنا الليله دونك باش نبداو من الاول افيك لي فونكسيون لوغاريتم اي فونكسيون اكسبونونسييل صحيح تفهمنا باش نعملو ايتود فونكسيون كامله ديجا من الاسم
تاع السيونس الفوق هاي كاتيود دو فونكسيون. لكن باش نبدا بالليميت بالكونتينيتي ريتها سا سيغ ريان. دونك باش نبدا من الاول افيك لي فونكسيون لوغاريتميك لي فونكسيون اكسبونونسييل بعديك باش نتعدى لليميت دون فونكسيون لهنا باش نشوفوا تو لي تيب تاع لي فونكسيون. خاطر ردوا بالكم لهنا راهو صحيح في الباك تجيكم فونكسيون اكسبونونسييل ولا فونكسيون لوغاريتميك اوكي، لكن معاها فما دي فونكسيون اخرين. تجي تلقى فونكسيون راسيونيل بولينوم راسين كاري تريغونومتريك حتى بالنسبه للجماعه سيانتيفيك فهمتني، معناتها تنجم تلقى دي فونكسيون اخرين اون باراليل معناتها في نفس الوقت مع الفونكسيون لوغاريتم ولا اكسبونونسييل. دونك نوريكم توت لي مانيير ولا تو لي كا كومون تريتي اون ليميت دون فونكسيون كي نلقاو اون فورم انديتيرميني. بعديك باش نتعداو لانتربريتاسيون غرافيك دو لا ليميت. واضح راه لو بلون هذا الكل تعرفوا شنو الكونكلوزيون النتيجه اللي لازمكم تدخلتوا لها في ايتود فونكسيون. لوبجيكتيف نتاع ايتود فونكسيون راهي لوبجيكتيف نتاع ايتود فونكسيون هما حاجتين. اي ايتود اي اكزرسيس نتاع ايتود فونكسيون في الباك ولا خارج الباك عندك دو كونكلوزيون، عندك دوز اوبجيكتيف. لوبجيكتيف الاول هو التراساج نتاع الكورب، والوبجيكتيف الثاني هو الكالكول دير. هذو مزوز بالنسبه للكالكول دير يتخدم بالبريميتيف وبالانتغرال. بالنسبه للتراساج نتاع الكورب يتخدم بكل شيء، بالليميت بالكونتينيتي بالديريفابيليتي باللي ديفيرون تيوريم شوفوهم اليوم. تو تشوف اليوم معناتها البلان كيفاش مسترسل وتابع بعض. دونك بعد لانتربريتاسيون غرافيك دو لا ليميت باش نرجعوا للكونتينيتي بالطبيعه اون فابليكي تو افيك نامبورت كيل فونكسيون ومنهم لي فونكسيون لوغاريتم وفونكسيون اكسبونونسييل باش نشوفوا الديريفابيليتي. واش نعملوا لانتربريتاسيون غرافيك دو لا ديريفابيليتي. تلاحظوا هنا انتربريتاسيون غرافيك خاطر اوبجيكتيف نتاعنا هو تراساج دو لا كوروب في ليتود دو فونكسيون. من بعديك باش نشوفوا لي فونكسيون ديريفي باش نرجعوا لهم. لو تيوريم دو رول المهم باشا، لو تيوريم داكروسمون فيني، لينيغاليتي داكروسمون فيني، لي بوان دانفليكسيون اش معناتها ان بوان دانفليكسيون، وغرافيكمون كيفاش يتصور ان بلان ان بوان دانفليكسيون، لي فارياسيون دون فونكسيون باش نشوفوا شنو هما لي زيتاب اللي لازمك ما تخرجش منهم تتبعهم. فما كات ايتاب لازمك ديما تتبعهم باش تعمل تابلو دو فارياسيون، فما ايتاب تنقصها ما يعطيكش نوت كامله. بعديك تيوريم دي فالور انترميديير اللي تعرفوه الشهير والتيوريم دو بيجيكسيون بشوفوا شنو الفرق بيناتهم. هذوما اسئله برمي الاسئله الكبار اللي قاعدين يجيوني كل يوم سي وقتاش نستعمل التي في وقتاش نستعمل تيوريم دو بيجيكسيون. لي فونكسيون ريسيبروك بريميتيف اي بيان سور لانتيغرال اللي لوبجيكتيف نتاعو هو الكالكول دير. باش نبداو افيك لي فونكسيون لوغاريتمي اكسبونونسييل بيان سور خلوا لي دي كومونتير، خلوا لي لي كومونتير باه اذا كان ليماج عزيز يرماني كان ليماج فلوطه تتحسن باه اللهم محمد رسول الله. دونك نبداو افيك لي فونكسيون لوغاريتم نيبيريان اي لي فونكسيون اكسبونونسييل. اي بيان سور اذا اللي عنده كيستيون ولا حاجه يخلي زو فورم دو كومونتير نعمل عليه طله ان شاء الله ونجاوب. دونك باش نبدا تراب الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان تعرفوا اللي هي اللي ديفيني سور لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. حاجه اخرى بجاه ربي هكاك باش نبدا على قاعده بالطبيعه راكم ماكمش ضايعين في كل شيء، بوتيتر بيان فما شكون اللي ضايع في كل شيء معناتها براتيكمون ما يعرف حتى شيء من ليتود دو فونكسيون. باه فما شكون يعرف ديجا دي بارتي من ليتود دو فونكسيون ضايع بارتيات اخرين. دونك حتى البارتيات اللي تعرفهم كمل تبعهم، فما دي كيستيون دو بييج فما دي زاستوس كل مره باش نعطيهم. اوكي دونك فونكسيون لوغاريتم نيبيريان اي لي ديفيني سور 0 اوفير بلس انفيني ا فالور دون ار كي ا توت اكس اسوسي ال ان دو اكس. دونك كي ا توت اكس اسوسي ال ان دو اكس. دونك الفونكسيون ال ان دو اكس اي لي ديفيني سور 0 اوفير بلس انفيني معناتها ماناش منعوض الاكس كان في الانترفال 0 بلس الانفيني، والريزولتا نتاع ln دو اكس إلا بارتيان لتوتيغ. مثلا نجم نحسب ln دو 5 وما نجمش نحسب ln دو موان 5. ln دو موان 5 ما نجمش نحسبها خاطر موان 5 لا بارتيان با ل 0 بلس الانفيني، معناتها نجم نحسب اعداد ليماج نتاع عدد اللي ابارتيان ل 0 بلس الانفيني. باغ كونتخ الريزولتا فينال نتاع الفونكسيون ln دو اكس إلا بارتيان ا توتيغ. باغ كونتخ فونكسيون اكسبونونسييل باش تمشي بالعكس، باش تكون الدومين دو ديفينيسيون تاعها هو ار ا فالور دون 0 بلس الانفيني عكس الفونكسيون لوغاريتم كي ا توت اكس اسوسي اكسبونونسييل اكس. اوكي دونك الدومين دو ديفينيسيون تاع ال ان هي 0 اوفير بلس الانفيني تاع الاكسبونونسييل هي توت ار.
ده السيني تويكا السيني تاع ال ان دو اكس هذه حكيت عليها برشا مرات مع اللي تبعوني من اللول. ال ان دو اكس واضح لنا الي ديفينيسيغ توتيغ معناتها راهي ال ان دو اكس ماهيش ديما بوزيتيف ردوا بالنا تنجم تكون بوزيتيف وكيما تنجم تكون نيجاتيف. L'exponentielle de x, elle est toujours appartient 0 ouvert plus l'infini. Maintenant, l'exponentielle, elle est toujours strictement positive. Quand ma tâche égale à 0, ma femme est un réel x tel que exponentielle x égale à 0. Exponentielle, ta date du sphère, ma femme est. Par contre, elle est toujours appartient à, tout, à 0 ouvert plus l'infini. Donc, maintenant, je n'aime le signe de ln de x ou l'exponentielle x. Donc, c'est l'axe de la réelle. Donc, ln de x, elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, 0 ouvert, ça fait 0. Ln, ma andesh image. Donc, ln de 0 n'existe pas. Naqsmou bel 1. Khatr, ln de 1 égale à 0. Donc, la fonction ln, elle s'annule en 1. Dima, ln de 1 égale à 0. Puis, t'as ln, t'as dit echor, t'echor, calculatrice. Femme bouton ln, qui met l'exponentielle, et elle réciproque, t'as ln. Donc, la fonction ln de x. Sur 1 plus l'infini, ma t'kitechou ayadat appartient à 1 plus l'infini. Ayadat appartient à 1 plus l'infini, ln de x positif. Donc ln de x positif, si et seulement si x appartient à l'ouvert 1 plus l'infini. Ou t'echou ayadat f 0, 1, ln j'tata négatif. Donc ln de x est strictement négatif, si et seulement si x appartient 0 ouvert 1 ouvert. Ok? Donc c'est ici, ni par ln, roddou ben, awel haja, ln ma yajdima positif. Elle est positive uniquement sur 1 plus l'infini. Elle est négative sur 0, 1. Voilà, c'est ce que je trouve dans le tableau de variation. Mais je trouve que la dérivée égale ln de x, je trouve que c'est positif. Par contre, l'exponentielle, elle est définie sur tout R. Moins l'infini plus l'infini, c'est le domaine de l'exponentielle. X appartient à tout R. Donc, l'exponentielle, l'exponentielle de 0 dima égale à 1, khater ln de 1 égale à 0, donc qui t'aqlib exponentielle 0 égale à 1, lekin taqsim hadaya mouch taqsim ta' sini. Sini c'est toujours positif. Donc l'exponentielle est toujours positif pour tout x appartient à r. Donc l'hna yezen tfhem chay hada mellol bikol, l'exponentielle dima adad positif, dima mahma kent x, hata kibadl x badad négatif, l'exponentielle dima positif. Lok qui tibdal x, أكبر من 1 معناتها من 1 بلس لانفيني لوغ بوزيتيف وكي تبدا الاكس بين 0 و 1 لوغ نيجاتيف واللوغ ما نجمش نحكي عليه في الانتغفال موال لانفيني 0 خاطرو إلي ديفيني اونيكمون سور 0 اوفير بلس لانفيني. باهي نتعدى لي ديفيرون بروبريتي اللي اكيد شفناهم ما يسالش نعاودو نشوفوه بوغ توت اكس و ايكغ ابارتيان 0 بلس لانفيني ln دو اكس فوا ايكغ هي ln دو اكس بلس ln دو ايكغ اوزل توت لي فورمول اللي باش نقراوهم الليله لازم تحفظهم لازمك تعرفهم وتعرف تطبقهم واضح. دونك ln دو x فوا y ايغال ln دو x بلس ln دو y دونك في البرودوي ln il se transforme en somme ln دو x sur y ايغال ln دو x موان ln دو y دونك في الكوسيون ln il se transforme en soustraction تولي عملية طرح ln دو 1 sur y دونك هي موان ln دو y ln de x puissance n, n tahbet taht ln tuli n ln x avec n un entier relatif appartient à z. Ou ln de racine carrée de x est 1 demi ln de x. Donc ces propriétés ta log القيمه نتاعهم انهم ils simplifient les calculs. Tawika fi le parti nta l'exponentielle. Donc باش ناخذ de réel x ou y, معناتها x ou y appartient à R. Donc les formules هذوما يولوا بالعكس. ريت علاش ما تحفظش المات معناتها اكسبونونسييل اكس بلس y تولي اكسبونونسييل x فوا y ريتها هذه تولي تقراهاك تولي اكسبونونسييل x فوا اكسبونونسييل y اللي من بعد اكسبونونسييل x موان y تولي اكسبونونسييل x سور اكسبونونسييل y معناتها الديفيرونس elle se transforme en quotient والسوم elle se transforme en produit اكسبونونسييل de moins x تولي 1 سور اكسبونونسييل x exponentielle x, le tout puissance n, le puissance d'autre mal x, ou l'exponentielle nx. Finalement, exponentielle ln de x égale à x, donc l'ln exponentielle ou ln efface rebravo. Donc, je te crois dit x. Kif kif ln ou l'exponentielle efface rebravo, maintenant ln de exponentielle x, z égale à x. Bien. Donc, quelles sont les propriétés qui maintenant, de manière autre, ils vont chauffer le col le lion, badik et trajo, je n'ai pas le comiket, badik. تخرجوه الكل وتحطوه قدام عينيكم دونك هذوك هذوما تو لي فورمول اللي باش نخدموا بهم في ليتود دو فونكسيون. باهي
Les équations et les inéquations contenant des fonctions logarithmiques et des fonctions exponentielles. Je vais vous donner un logarithme. Qui est une équation sous la forme ln de x égale à 0. Oui, on peut résoudre dans R cette équation. Donc, je vais vous donner un ln, je vais vous donner x égale à 1. Parce ln de 1 égale à 0. ln, qui est une équation sous la forme ln de x égale ln de y. Donc, on peut ln à l'imine ou à l'issar, je vais vous x égale à y. C'est ce que je vais vous dire, résoudre dans R l'équation ou l'inéquation. C'est ce deux équations dans ln. Donc, tu vois, quel est le type de l'équation qui m'a dit ou trotte de chaque lève, qui a ln de x égale à 0, trotte de x égale à 1, qui a ln de x égale à ln de y, trotte de x égale à y. On va travailler avec quelques exemples, pas de choix. Ben, les inéquations, t'as ou le mot rachat, qui a une équation sous la forme ln de x supérieur à 0, trotte de x supérieur à 1. Ln de x inférieur à 0 est équivalent à x inférieur à 1. Ln de x supérieur à ln de y, donc t'as ln millimine ou millisar. Zous, tu as x supérieur à y. Ou asgar kif kif, ln de x inférieur à ln de y, maintenant x inférieur à y. Donc, les équations et les inéquations, fait la fonction ln de x, les formes des fonctions ln de x. Tu as vu que par analogie, je trouve les équations et les inéquations, et les formes l'exponentielle. Quel chose par analogie ici, bien log ou l'exponentielle. Donc, il y a équation sous la forme exponentielle x égale à 1. Donc, on a l'exponentielle, tu as x égale à 0. Directement, tu as dit que tu as exponentielle x égale exponentielle y. Donc, tu as le E, tu as dit que tu as x égale à y. Tu as dit les inéquations, 4 inéquations. Exponentielle x supérieure à 1, maintenant x supérieure à 0. Exponentielle x inférieure à 1, maintenant x inférieure à 0. Exponentielle x supérieure à l'exponentielle y, donc on fasse l'exponentielle minuissar, il y aura x supérieure à y. Et finalement, exponentielle x inférieure à exponentielle y, si et seulement si x inférieure à y. Donc, qu'est-ce que les inéquations? Les propriétés, je vous dis, ils simplifient, ils servent à simplifier les choses, pour que le calcul, pour résoudre des équations et des inéquations. Ben, nous allons avec des exemples. Résoudre dans R les équations suivantes. Donc, je vais vous l'équation LUL. Ln de x plus ln de 2x moins 1 égale à 0. Donc, là, nous allons voir l'équation sous la forme ln de x plus ln de 2x moins 1. Donc, ln de grand x égale à 0, mais de grand x égale à 1. Propriété 2, le chauffeur bilique. Donc, j'ai une propriété de ln. Donc, on dit ln de x plus ln de y égale ln de x fois y. Donc, ln de x plus ln de 2x moins 1, tu vois, ln de x fois 2x moins 1 égale à 0. Lekin, qbal ma nkhdem l'équation hadi, fama des conditions. Chnouma les conditions? Kul ma yibda andek équation ou inéquation, kharj les conditions nta qbal. Qulna qbili ka fi définition ta fonction ou logarithme népérien, elli fi wast ln lazm ykoun strictement positif, ma'nta appartient 0 ouvert plus l'infini. Donc, ma njemch nahki ala fonction fi wast ln ou hiya négatif. صحيح ولا دونك لهنا لازم الاكس هذه تكون بوزيتيف و2x موان 1 تكون بوزيتيف دونك il faut que x strictement positif مش حتى بوزيتيف ما يلزمش تكون ايغال ا 0 زاد ولازم 2x موان 1 زاد تكون strictement positif دونك x strictement positif خليها 2x موان 1 strictement positif دونك نهز الموان 1 نشير الاخرى تولي 2x اكبر من 1 دونك x اكبر من 1 دومي معناتها الإكس اللي باش نلقاها في الأخر لازمها تكون بوزيتيف وأكبر من 1.5 في نفس الوقت. سينو ما ناخوهاش كوم ريزولتا. دونك نرجع توا للإكواسيون تاعي باش نبدا تويكا من أول من الأول بالكل باش نبدا جوتيليز أون بروبريتي. لوغ دو إكس بلس لوغ دو إيكغيك رينار بليكا أون بروبريتي هي لوغ دو إكس فوا إيكغيك. دونك تولي هايكا دونك تولي لوغ دو إكس فوا إيكغيك. الإيكغيك هي 2x موان 1. Ok, donc tu as log de x fois 2x moins 1. Tu as les propriétés de ta rabille, il simplifie les choses. Donc là, je vais dire Martin log, ou tu as dit log 1. Log x plus log y, tu as log x fois y. Donc, nous avons le développement, tu as log x fois 2x, 2x carré, moins x fois 1, moins x. Ok, donc, l'équation qui est de log x égale à 0, donc x égale à 1. Ok, donc voilà, log x égale à 0, maintenant x égale à 1, maintenant le log, tu as tout égale à 1. Voilà. Ben, donc, tu as le 1, le chire l'oula, tu as 2x carré moins x moins 1, donc 1, tu as le chire l'oula, tu as moins 1 égale à 0.
تحصلنا لهنا تحصلنا على ايكواسيون دو سكوند دوغري دو دوزيام دوغري دونك لوبجيكتيف اني نطلع الاكس دونك نخرج الا والبي والسي نتاع ليكواسيون هذه دونك الا هي 1 البي هي موانز 1 والسي هي موانز 1 باه نحسب ديسكريمينون دلتا اللي هو بي وكاري موان 4 سي تنرجعوا لهم بعديك هذوما بار ديتاي في الليميت باش نعطيكم دي ديفيرون كا كل مره كيفاش نحسب الليميت تاع اون فونكسيون كيفاش نعمل فاكتوريزاسيون بعد باش نرجعكم للباز القديم اصلا باه نبدل الا والبي والسي باللي فالور نتاعهم دونك بي او كاري موان 1 كاري موان 4 فوا ا 1 فوا سي اللي هي موان 1 دونك موان 1 كاري هي 1 عندي موان في موان بلس بلس 4 دونك 1 بلس 4 تجي 5 دونك اكس بريم هي موان بي بلس راسين كاري دو دلتا سور 2 ا دونك البي هي موان 1 معناتها موان بي ايكال 1 بلس راسين دو دلتا دلتا هي 5 سور 2 فوا ا والا هي 1 دونك باش نلقى 1 بلس راسين دو 5 سور 2 دونك لهنا ما فما حتى سامبليفيكاسيون دونك 2 فوا 1 ايكال 2 ما فما حتى سامبليفيكاسيون دوزيام سوليسيون اكس سكوند كيف كيف كيما الاولى بالضبط جوست لهنا البلوس هذه نعوضها بالموا دونك تولي 1 موا راسين دو 5 سور 2 فوا 1 دونك 1 موا راسين دو 5 سور 2 باه هذوما لو دو سوليسيون تاع ليكواسيون تاعنا اما ردوا بالنا لهنا خاطر لاحظوا اللي 1 موا راسين دو 5 سور 2 ماهياش اكبر من 1 دومي ومن 0 خاطر هذا عدد نيجاتيف كي تحسبوا الغاسين دو 5 هو اكبر من 1 معناتها 1 مو غاسين دو 5 تلقاه نيجاتيف معناتها لك السوليسيون هذه ما ناخذوهاش دونك نخدموا جوست بهذايا هذايا اكبر من اكس اكبر من 0 اكبر من 1 دومي اوكي حتى كي تحسبوها بالكالكولاتريس تلقاها اكبر من 0 اكبر من 0.5 اوكي دونك اس دون ار باش تكون اونيكمون لا بروميير سوليسيون باه ناخذوا اون دوزيام ايكواسيون المره هذه فيها الاكسبونونسيال وباش نشوفوا انا البروبريتي اللي باش نخدموها كيف كيف عندي هنا مرتين اكسبونونسيال وانا حاجتي باكسبونونسيال واحده باش نجم نطبق الفورمول اكسبونونسيال اكس ايكال 0 دونك اكس ايكال 1 دونك اكيد لهنا فما اون بروبريتي سور الاكسبونونسيال نجم نطبقوها دونك البروبريتي هي اكسبونونسيال ا موان اكسبونونسيال بي ايكال اكسبونونسيال انتر بارونتيز ا سور بي اوكي باه والا هذه ميثود فما اون دوزيام ميثود الموان اكسبونونسيال موان 3 اكس نجيبها الشيره الاخرى تولي عندي اكسبونونسيال اكس ايكال اكسبونونسيال ايغريك دونك اكس ايكال ايغريك معناتها نفسخ الاو منا والاو منا تقعد لي اكس اكس بلس 1 معناتها ايكال موان 3 اكس دونك فما دو ميثود دونك لهنا باش نخدم بالميثود هذا اوكي دونك تفسخ الاو على اليمين واليسار تقعد لي اكس ايكال ايغريك معناتها اكس بلس 1 ايكال موان 3 اكس تحصلت على ايكواسيون سامبل دو بروميير دوغري ان سال انكونو اللي هو اكس دونك نجيب لو موان 3 اكس للشيره الاولى باش تولي اكس بلس 3 اكس بلس 1 دونك كل بلس 1 نهز على الشيره هذه باش تولي موان 1 دونك اكس بلس 3 اكس تعطيني 4 اكس 4 اكس ايغال موان 1 دونك اكس ايغال موان 1 كار لهنا ما فما حتى كونديسيون خاطر في الاكسبونونسيال ابارتيان ار خاطر الاكس في الاكسبونونسيال ابارتيان ار دونك زيد في اللوغ برك نجم تخرج دي كونديسيون دونك اس دون ار هي موان 1 سور 4 باه نشوفوا اكزومبل على على لينيكواسيون المترشحات ريزولتر دون ار لي زينيكواسيون سويفونت دونك نبدا باللينيكواسيون الاولى ln de 2x plus 1 supérieur ou égal ln de 2 moins 5x. Là, on est directement, je tape la formule ln de x supérieur ln de y, face à ln et minus r, tu as x supérieur à y. Ok? Donc, directement, je joue la formule, je vais taper la tour, je vais taper la propriété. Or, il y a une deuxième méthode qui m'a amené à faire l'autre, qui m'a amené à l'année. بون فما اون دوزيام ميثود كيما عملناها كيما قلت لكم عليها اورالمون لهنا تنجم تستعمل البروبريتي نتاع الاكسبونونسيال لهنا لهنا تنجم تجيب الالين للشيره هذه تولي الين دو ا بون موان الين دو بي فما بروبريتي تستعملها وتطبق الدوزيام فورمول اما خلينا تويكا في الفورمول هذه باش ما نطولوش الامور باهي دونك نحي الالين على اليمين وعلى اليسار باش تقعد لي 2 اكس بلس 1 سوبيريور ويغال 2 موان 5 اكس دونك نهز لي زيكس في الشيره الاولى نهز العدد في الشيره الثانيه دونك 2 اكس موان 5 اكس تولي بلس 5 اكس دونك 2 اكس بلس 5 اكس انفيريور ويغال 2 بلس 1 تولي موان 1 2 اكس بلس 5 اكس ديني 7 اكس 2 موان 1 1 دونك اكس سوبيريور ويغال بون سوبيريور ويغال 1 سور 7 مش انفيريور ويغال كيف كيف اون فوت دو فراب دونك اس دون ار باش تكون 1 سور 7 بلس لانفيني ها مش موان لانفيني 1 سور 7 سامحوني فما فوت لهنا فوت دو فراب لهنا اكس اكبر من 1 سور 7 اكبر غاديكا مش اصغر خاطر اكبر لهنا وقسمت العدد بوزيتيف دونك اكبر باش تولي 1 سور 7 بلس لانفيني باردون باه نكمل مع اخر ان ايكواسيون اكسبونونسيال 4x موان 1 سوبيريور لاكسبونونسيال x دونك هذايا سو لا فورم اكسبونونسيال غران x اكبر من الاكسبونونسيال دو y كيما في اللوك نحي الاو منا والاو منا باش تقعد لي 4x موان 1 اكبر
فوالا هذه الفورمول اللي استعملتها بالاحمر تقعد 4x موان 1 سوبيريور ا x دونك تجيب الاكس بعد 4x باش تولي 4x موان x والموان 1 تهز على الشيره الاخرى باش تقعد لي 1 دونك 3x اكبر من 1 دونك x سوبيريور ل 1 تيغ دونك s دون r 1 تيغ بلس لانفيني باه هذوما لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون في صافيس ها في صافيس باه باش نتعدى تويكا نمشي لتويكا لي ليميت باه باش نمشي تويكا للي ليميت باش نرجعوا للي ليميت باه بديت من الاول كيما تشوفوا بالفونكسيون اكسبونونسيال والفونكسيون لوغاريتم نيبيريان دونك سي اكسبري عملته خاطر في الليميت باش تشوفوا توت لي فورمول ولي بروبريتي نتاع الليميت كيفاش كل مره نحو اون فورم انديتيرميني وباش نحكوا زاد على لي فونكسيون لوغاريتم والفونكسيون اكسبونونسيال علاش الليميت خاطر الليميت بصراحه ديما يقعد هو اهم درس في البروغرام نتاعك اهم درس خاطر بالليميت باش تحسب الكونتينيتي ديريفابيليتي باش تعمل ايتود دو فونكسيون باش تعمل تراساج نتاع الكورب لي انتربريتاسيون نتاع الليميت لي انتربريتاسيون نتاع الديريفابيليتي كل شيء بازي على الكالكول نتاع الليميت تصور الله لا يقدر وحلت في ليميت في اكزرسيس تابلو دو فاريسيون ماكش تطلعو صحيح الكورب باش تجي بس حتى شيء ماكش تخدمو صحيح دونك باش نعملو لهنا عباره ريزومي للديفيرون ميثود اللي نحسبوا بها الليميت اون فوا لقينا دي فورم انديتيرميني باش ناخذوهم كا باغ كا وقيدوهم لي كا كل ما تجي كا تعرف ديريكتومون كيفاش تنحي فورم انديتيرميني اوكي باه نذكركم قبل باللي فورم انديتيرميني في الليميت تعرفوهم هما 4 فورم بلوس لانفيني موان لانفيني 0 فوا لانفيني لانفيني سور لانفيني اي 0 سور 0 دونك كل ما تلقى روحك في فورم من لي 4 فورم هذوما تنجمش تكمل تخدم لازمك تعمل ترانسفورماسيون تاع الفونكسيون تاعك فما دي ميثود باش نحيو الفورم انديتيرميني وهذا هو لوبجيكتيف تاع البارتي هذه شنو هما لي ميثود اللي باش نحيو بهم لي فورم انديتيرميني اون فوا تحط في فورم من لي فورم هذوما باه قبل ما نبدا لهنا مع لي ديفيرون ميثود باش نحيو لي فورم انديتيرميني فما اتونسيون لهنا ترد بالك دونك 0 سور لانفيني و لانفيني سور 0 واي عدد على لانفيني لانفيني فوا لانفيني و ال سور 0 هذوما راهم ماهمش دي فورم انديتيرميني مانيش حاطهم نلعب لهنا حاطهم بار اكسبيريونس خاطر يغلطوا فيهم برشا دونك هذوما ردوا بالنا الخمسه هذوما فما راهم واحد اخرين اما هذوما اللي فيهم اكثر غلط نتاع جماعه الباك ميم حتى في الباك الاخر في الباك الاخر برشا غلط في بالشكل هذا في بالهم هذوما دي فورم انديتيرميني ويمشيو يبدلوه الفونكسيون ويعملوا ترانسفورماسيون اور هما ماهمش دي فورم انديتيرميني اون ايفي 0 سور لانفيني راهي 0 صفر على لانفيني هي صفر لانفيني سور 0 هي لانفيني ماهيش فورم انديتيرميني ال سور لانفيني كي تقسم اي عدد ال معناتها عدد ان ريال بوزيتيف ولا نيجاتيف كي تقسم عدد على لانفيني باش تلقاه 0 لانفيني سور لانفيني سي لانفيني فرق لهنا هنا لانفيني فوا لانفيني ولهنا بلوس لانفيني موا لانفيني هنا عملية جمع وهنا عملية ضرب هذيا فورم انديتيرميني اوغ هذيا سي لانفيني سي با اون فورم انديتيرميني الاخرانية تو كي يبدا عندك عدد ان ريال سور زيرو نعرف فما برشا منكم يعرفوهم هذوما كلهم وكل شيء ما يسالش تبعني باش نعطيكم كل شيء خاطر اللي تعرفوا واللي ما تعرفوش عدد على زيرو عدد على زيرو كيفاش نطلعوه لازم معناتها سيد سوس معناتها سوسي ديبون دو سيني دو ال اي دو زيرو اسكو هو زيرو بلس ولا زيرو ولا زيرو مون اون ايفي كي يبدا العدد بوزيتيف تقسمه على زيرو بلس عباره بوزيتيف على بوزيتيف باش تلقى بلس لانفيني عدد نيجاتيف على زيرو بلس معناتها نيجاتيف سور بلس موان سور بلس سي موان لانفيني زاده كي يبدا العدد بوزيتيف كي تقسمو على زيرو موان اغوش من زيرو بوزيتيف على نيجاتيف موان دونك موان لانفيني كي يبدا العدد نيجاتيف سور زيرو موان معناتها اغوش من زيرو عبارة عندك نيجاتيف على نيجاتيف سي بوزيتيف بلس لانفيني دونك عدد على زيرو ديما تلقى لانفيني بلس لانفيني ولا موان لانفيني سوسي ديبون دو سيني دو ال اي دو زيرو اسكو هو زيرو بلس ولا زيرو موان لهنا قاعدين نحضروا في الارضية للي كالكول باه ناخذوا دي بتي زيكزومبل في سا في سا في سا دونك باش نحسب الليميت هذايا في البلوس لانفيني نتاع موان 2 سور 2 اكس موان 3 دونك لهنا باش نعوض الاكس بالبلوس لانفيني دونك واضحه لهنا 2 فوا بلوس لانفيني بلوس لانفيني تنقص منها 3 بلوس لانفيني موان 2 سور بلوس لانفيني عباره عدد على لانفيني قلنا اللي هو 0 سي با اون فورم انديتيرميني
هذايا ليميت في البلس لانفيني نتاع اكس فوا 1 موان 2 اكس كاري كيف كيف الاكس هذايا طون فيغ بلس لانفيني دونك هي بار ديفينيسيون ال طون فيغ بلس لانفيني الاكس كاري مادام اكس في البلس طون فيغ بلس لانفيني الاكس كاري بلس لانفيني تضربوا في عدد نيجاتيف موان 2 باش يولي موان لانفيني تزيدوا 1 موان لانفيني دونك عندي بلس لانفيني فوا موان لانفيني دونك بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني والله العظيم غلطوا فيها برشا في البنك في بالهم بلس لانهم يحطوا ديجا فوا يحط بلس لانفيني موان لانفيني يحطها فورم انديتيرميني وبعد بعديك شوف اون ميثود شي نحي لانديتيرميناسيون والله باك مات غلطو فيه وعلى عيني الشيء باك مات غلطو فيه يمكن ربثة في الباك كل شيء ما ترد بالك عندك فوا خاطر اوكي دي بتي بييج دي بييج صغار على الاخر هذوما حاجات ميكرو برشا اوكي دونك في الفوا ما فماش اون فورم انديتيرميني اخر اكزومبل بون ونتعدى للصحيح Donc, limite, lorsque x tend vers 1 moins de 2 moins moins 3 sur 1 moins x, donc il a le x l'année bel 1 moins. Mais je m'en fous, x bel 1 moins, je m'en bel 1 barque. Mais quand je fais le raisonnement, في مخي 1 موان اما كي نعوض الاكس بال1 دونك باش نلقى موان 3 سور 0 1 موان 1 0 باه عدد على 0 لازم نشوف السين نتاع العدد ونشوف الزيرو اسكو 0 بلس و 0 موان دونك ال لهنا سي نيجاتيف تويك الزيرو اللوطا بعد تعوض الاكس بال1 باش نلقى 1 موان 1 0 اسكو هو 0 بلس ولا 0 موان نجم تعمل تابلو تسيني باش تعرف اسكو هو 0 بلس ولا اسكو هو 0 موان وفما اون ميثود اسهل من التابلو تسيني انك لهنا عندك اكس طون فيغ 1 موان دونك معناتها قبل ال1 قبل ال1 اعطيني عدد موجود جوست قبل ال1 مثلا 0.9 دونك نعوض الاكس ب 0.9 واحد الا 0.9 تلقى 0.1 بوزيتيف دونك 0 بلس اوكي هذه سيت ميثود تري سامبل باش تعرف اسكو تخدم في 0 بلس ولا في 0 موان تحب تعمل تابلو تسيني مزيان سينون ديريكتومون تعوض اكس لهنا تاخذ الاكس تعوضوا بعد تقبل ال1 خاطر عندك 1 موان قبل ال1 معناتها قبل ال1 بشوي 09 08 099 098 اي عدد وتعوض لهنا 1 موان 0.99 مثلا باش تلقاه بوزيتيف دونك 0 بلس مش 0 موان اوكي والله دي تخيك هذوما يغلطوا فيها معناتها مش هكاك جبتهم دي تخيك راهم يغلطوا فيها دونك موان 3 عدد نيجاتيف سور 0 بلس هي موان لانفيني قلنا عدد على 0 هي لانفيني دونك عدد نيجاتيف سور 0 بلس نيجاتيف على بوزيتيف سي موان دونك موان لانفيني دونك موان لانفيني بالموان تولي بلس لانفيني اوكي باهي تويكا باش نشوفوا لي ديفيرون ميثود اللي نحيو بهم لي فورم انديتيرمين لي ديفيرون ميثود معناتها مانيش نخليك تخمم في الباك تجي قدامك اون فونكسيون ونعاود بالله راهم لي فونكسيون اللي يجيو في الباك متفاهمين هما دي فونكسيون لوغاريتم واكسبونونسييل لكن معاهم في نفس الفونكسيون باش تلقى الغاسيونيل البولينوم الغاسين كاري تريغونومتريك لجماعه الباك سيونتيفيك اوكي دونك باش نشوفوا توت سي ميثود وكل مره كيفاش نحي لانديتيرميناسيون باش نشوفوا كيفاش نحسب ليميت دان بولينوم باش نرجعوا باش نشوف باش نرجعوا افيك دي رابيل بيان سور قاعدين نعملوا في دي رابيل في ريفيزيون كيفاش نحسبوا ليميت تاع فونكسيون بولينوم لوسكو اكس تون فيغ لانفيني فونكسيون راسيونيل في دو كا وقت اللي اكس تون فيغ عدد ريال ا وقت اللي اكس تون فيغ لانفيني في البولينوم علاش ما شفتش دو كا وقت اللي اكس تون فيغ لانفيني برك علاش ما شفتش دوزيام كا وقت اللي اكس تون فيغ عدد خاطر تخيل عندك فونكسيون بولينوم باش تحسب لها ليميت لوسكو اكس تون فيغ عدد ماكش تلقى فورم انترميني باش تعوض الاكس بالعدد وتلقاها حاضره اوكي دونك على ذاك ما فماش هذه الكا باش نتعداو بعض لي فونكسيون اللي في وسطهم غاسين كاري شوفوا زاد دو كا وقت اللي اكس تون فيغ ان ريال ا وقت اللي اكس تون فيغ لانفيني وباش نشوفوا لي فونكسيون اللي فيهم دي لوغاريتم وكيفاش نحيو لانديتيرميناسيون كيف كيف كيفاش نحيو لانديتيرميناسيون تاع في الليميت تاع دي فونكسيون كونتونون دو ليكسبونونسييل فينالمون باش نشوفوا كيفاش نحيو لانديتيرميناسيون تاع الكومبوزي دو فونكسيون وفما زاد بارتي باش نشوفوها تاع لي فونكسيون تريغونوميتريك باه باش نبدا بالبروميير كا ليميت دون فونكسيون بولينوم لوسكو اكس تون فيغ لانفيني دونك نعرفو فونكسيون بولينوم تكتب سو سيت فورم دونك ان اكس ان بلس ان موان 1 اكس ان موان 1 حتى ل 0 دونك هذه فونكسيون بولينوم دو دوغري ان اكبر بويسونس تاع الاكس هي ان دونك في الانفيني دونك تبدا عندك فونكسيون بولينوم باش تحسب ليميت تاعها في الانفيني تو نيغليج تو وتخدم جوست بالمونوم دو بليو دوغري تشوف هنا عنده اكبر بويسونس تاع اكس دونك جوست باش نخدموا بالليميت تاع ان اكس بويسونس ان اوكي بقي الكل نحو ام تي اكزومبل باش نحسب الليميت تاع سو فونكسيون تاع سيت فونكسيون بولينوم
lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, quoi, la fonction polynôme, x puissance 5, x puissance 4, x puissance 3, x puissance 2, x. Donc, c'est un polynôme de degré 5. 5 est la puissance de x. Donc, là, nous n'avons pas le chai, on n'a juste le monôme de plus degré, le 3x puissance 5. تخدم جوست باللي عنده اكبر بيسونس دونك تعوض ليكس بالموان لانفيني موان لانفيني بيسونس 5 يقعد موان لانفيني خاطر 5 نومبر بير موان لانفيني فوا 3 موان لانفيني اوكي دونك ردوا بالنا لهنا هذه نطبقوها الفورمول جوست وقت اللي اكس تنفير لانفيني في فونكسيون بولينوم وقت اللي اكس تنفير مثلا 1 تعوض طول اكس بال1 ما تلقى حتى فورم انديتيرميني هذه الكا الاولى سهله دوزيام كا ليميت دون فونكسيون راسيونيل لورسكو اكس تنفير لانفيني فونكسيون راسيونيل Par définition, il y a polynôme à la polynôme. Il y a fonction rationnelle. Il y a un polynôme dans le numérateur ou un polynôme dans le dénominateur. Ou x tend vers l'infini. X tend vers la date, on trouve en bas de choix. Ben, kif, là, je vais négliger le col ou je vais juste les monomes de plus degré dans le numérateur ou dans le dénominateur. Je vais uniquement avec an x puissance n ou bm x puissance m. وقت اللي x تنفع لانفيني لانفيني نقص فيها بلوس لانفيني ولا موان لانفيني كما هنا كنحط لانفيني بركة معناتها بلوس ولا موان اوكي دونك هذه هي الفورمول تاع ليميت دون فونكسيون راسيونيل لورسكو x تنفع لانفيني ام تي اكزامبل باش نحسب ليميت لورسكو x تنفع بلوس لانفيني تاع سيت فونكسيون راسيونيل دونك عندي ان بولينوم دو دوغري 2 الفوق و ان بولينوم دو دوغري 4 الفوق لهنا ردوا بالنا مقلوب في الدينوميناتور البولينوم مقلوب معناتها الاكس بيسونس 4 نورمالمون تجي من اللول معناتها نورمالمون موان اكس بيسونس 4 موان اكس كاري موان اكس بلس 2 اوكي دونك المونوم دو بلو دوغري في الفوق هو اكس بيسونس 2 واللوط هو اكس بيسونس 4 بالطبيعه افيك الموان ناخذوا ديما الكوفيسيون معناتها ناخذوا الا ان والبي ام كان جا اكس 2 مثلا مضروب في 3 ناخذوا 3 اكس كاري فوالا دونك ناخذ خذيت المونوم دو بلو دوغري الفوق واللوط Donc, on a une simplification de l'x carré. Directement, je vais faire une simplification. Donc, qui n'a pas le fond de l'autre de l'x carré, je vais faire 1 sur moins x carré. Qui n'a pas l'x de l'infini, moins l'infini. Donc, moins l'infini puissance 2, j plus l'infini. Ou moins, moins l'infini. Donc, 1 sur moins l'infini. Et il y a date dans l'infini, on a 0. Et il y a date dans l'infini, 0, mais je forme indéterminé. Troisième cas, limite d'une fonction rationnelle, tu as fait A. Quand tu as x envers la date. قبليك شفنا الفونكسيون راسيونيل ليميت نتاعها في الانفيني ناخذ المونوم دو بلو دوغري على المونوم دو بلو دوغري وقت اللي اكس تنفيغ ا ما ناخذوش المونوم دو بلو دوغري فوق اللوت باش نخدم ليميت لورسكو اكس تنفيغ ا نتاع فونكسيون راسيونيل نتاع بولينوم سيغ بولينوم شنو نعملوا لهنا اول ايتاب اون فاكتوريز لو نوميراتور اي لو دينوميناتور لازم نعمل تفكيك نتاع البسط والمقام وباش نشوفوا لي ديفيرون ميثود نتاع الفاكتوريزاسيون قلت لكم باش نعطيكم كل شيء ودوزيام ايتاب باش نلقاو ديريكتومون اون سامبليفيكاسيون معناتها لازمك ديجا تعرف كيفاش تعمل فاكتوريزاسيون تفكيك معناتها لازمك تعرف لي ميثود الكل نتاع التفكيك الميثود الاولى نتاع التفكيك كومون فاكتوريزي ان بولينوم دو سكوند دوغري دونك بولينوم دو سكوند دوغري يتكتب سو لا فورم ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي دونك لهنا بور فاكتوريزي سو بولينوم لازمني نطلع لي سوليسيون نتاع ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي ايكال ا زيرو معناتها لازمني نطلع الا والب والسي اللي ديجا هما حاضرين ا بي سي كوفيسيون تاع الاكس كاري هو ا كوفيسيون تاع الاكس هو بي والكوفيسيون اللي مصايب وحده هو سي نحسب ديسكريمينون دلتا بي كاري موان 4 ا سي كان نلقى دلتا بوزيتيف دونك فما دو سوليسيون معناتها استنسنا بهم اللي قاعدين نخدموا مع بعض الناس الكل x prime égale moins b moins racine delta sur 2a ou x seconde égale moins b plus racine delta sur 2a. Dans le cas de heavy, je peux factoriser f sous cette forme. Tarrach a al barra, x moins la première solution x prime fois x moins la deuxième solution x seconde. Deuxième cas, بعد ما حسبت delta, qui tape delta égale à 0, dans le cas de heavy, femme, on a une solution double. x prime égale à x seconde égale moins b sur 2a, n'a pas la racine carrée de delta, خاطر 0. اوكي دلتا 0 في الحاله هذه الاف دو اكس باش تفكك بالطريقه هذه تخرج ال برا فوا اكس موان اكس بريم لو تو او كاري اخر كا كي تلقى دلتا نيجاتيف في الحاله هذه اون بو با فاكتوريزي اف دو اكس دونك الاف دو اكس ما عادش تتفكك تقعد كيما هي رومارك لهنا فما اون دوزيام ميثود بور ديتيرميني لي سوليسيون تاع ايكواسيون دو سكوند دوغري من غير ما نحسب دلتا اون فوا خرجت الا والب والسي كان لقيت A بلس B بلس C إيجال 0 دونك تخرج A والB والC وتجمعهم ثلاثة كانهم صفر دونك ديريكتومون X بريم إيجال 1 X سكوند إيجال C سيغ A وكيف كيف تطبق نفس الفورمول هذه بور فاكتوريزي افيك X بريم إيجال 1 X سكوند إيجال C سيغ A وكان
تعمل a moins b plus c égale à 0, donc x prime égale moins 1, x seconde égale moins c sur a, donc l'opposé est à zeus. Kif kif, tabak cette formule pour factoriser. Donc, qui t'a dit, polynôme de second degré à x carré plus bx plus c, t'arrange l'a ou le b ou c, قبل ما تحسب دلتا تشوف اسكو ا بلس بي بلس سي ايغال ا زيرو والا ا موان بي بلس سي ايغال ا زيرو باش ديريكتومون تخرج لي سوليسيون سينون كان حتى وحده فيهم لاهي صحيحه وقت تحسب دلتا وتشوف فانا كا موجود وتطلع لي سوليسيون وكيف كيف تشوف فانا كا موجود تشوف الفاكتوريزاسيون تاع الاف دو اكس دونك هذه هي الفاكتوريزاسيون دان بولينوم دو سكوند دوغري نعاود نخدم الفاكتوريزاسيون خاطر لهنا لازمني في ليتاب 1 اون فاكتوريز النوميراتور والدينوميناتور بور ديتيرميني لا ليميت نتاع سو cette fonction rationnelle lorsque x tend vers a. بطبيعة الحال هذا راهو ديما une fois لقينا فما une forme indéterminée. Deuxième rappel, factorisation qui بدا عندك un polynôme de troisième degré. Donc polynôme de troisième degré تكتب sous cette forme. Un coefficient fois x puissance 3 plus b prime fois x carré plus c prime fois x plus d prime. خدمنا بها في الكومبلكس هذه لكن في الزاد مش في الاخر. باهي l'étape 1 on détermine une racine particulière x0 de l'équation f de x égale à 0. Donc, à l'étape, هذا الكل راه باش نخدموا عليهم بعد في لي زيكزارس باش تلقاهم في لي ديتاي نتاع لي زيكزارسيس. اما بالحق لازمكم تعرفوهم راه. باهي، اول حاجه لازمني نطلع اون راسين بارتيكولير نتاع ليكواسيون f de x égale à 0 معناتها نلوج على العدد نعوض به الاكس باش نلقى هذه égale à 0. مثلا تاخذ x égale à 1 تعوض الاكس بال1 لهنا تشوف اسكو f de x تلقاها 0 ولا سينون تعوض الاكس بالموانز 1 والا بال2 ولا بالموان 2 المفيد تلقى عدد اكس كي تعوضه في البولينوم هذا باش تلقى الريزلتا 0 هذاك هو الغاسين بارتيكولير x0 اون فوا طلعت اون غاسين بارتيكولير x0 بيان سور راه في الاناليز مش هو مش كيما في الكومبلكس مش هو راه يقول لك فيريفي اللي اكس اللي مثلا 2 هي سوليسيون لازمك تطلعها وحدك اوكي دوزيام ايتاب L'équation f de x égale à 0 redda sous la forme x moins la solution particulière fois un polynôme de second degré à x carré plus bx plus c. Troisième étape, je n'ai pas le développement l'expression heavy, on va dire qu'identification. Je n'ai pas l'a ou le b ou c. Une fois que l'a ou le b ou c, بعديك باش نخدم ليكواسيون هذايا اوكي بون لهنا باش نعمل جوست اون فاكتوريزاسيون دونك نطلع الا والبي والسي ونحبس غاديك لهنا اوكي خاطر باش نعمل ايدونتيفيكاسيون كهو لهنا حاجتي بفاكتوريزاسيون دونك باش تولي اكس مون اكس 0 فوا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي هذا يولي فاكتوريزاسيون تاع ان بولينوم دو توازيام دوغري وتقف غاديك الحكايه اوتر فورمول دو فاكتوريزاسيون سوا بالفورمول ا كاري موان بي كاري اللي هي ا موان بي فوا ا بلس بي سوا بالفورمول هذه ا بيسونس 3 موان بي بيسونس 3 اللي تعرفوها سوا بالفورمول الاخر هذوما دي برودوي ريماركابل الكل والا في الحل الاخراني اون فاكتوريز اون يوتيليزون ان فاكتور كومون دونك هذوما فما هذوما لي ميثود نتاع الفاكتوريزاسيون نتاع ان بولينوم نستعملوهم كي يبدا عندي فونكسيون راسيونيل باش نحسب ليميت نتاعها لوغسكو اكس تون فيغ ا نلقاها اون فورم انديتيرميني وباش نحي سيت باش نحي لانديتيرميناسيون ناخذ ان اكزومبل باش نحسب ليميت نتاع اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 سيغ اكس كاري موان 9 لوغسكو اكس تون فيغ 3 دونك بالطبيعه قبل ما نشوفوا من الاول نعملوا فاكتوريزاسيون وكل شيء لازمني نثبت اسكو هي فورم انديتيرميني والا لا دونك نعاود كي نعوض الاكس بالثلاثه لهنا شنو نلقى 3 قوت 2 9 الا 4 في 3 12 دونك 9 الا 12 الا 3 مع 3 0 لهنا 3 قوت 2 9 9 على 9 0 دونك 0 على 0 سي اون فورم انديتيرميني دونك سي عندي لهنا اون فونكسيون راسيونيل باش نحسب ليميت نتاعها وقت اللي اكس تون فيغ ا ولقيت فورم انديتيرميني دونك باش نحي لانديتيرميناسيون لازمني نعمل فاكتوريزاسيون تاع النوميراتور والدينوميناتور ومن بعديك باش نلقى اون سامبليفيكاسيون دونك بروميير ايتاب فاكتوريزاسيون دوزيام ايتاب اوتوماتيكمون لازمك تلقى سامبليفيكاسيون باش نبدا بالفاكتوريزاسيون تاع النوميراتور اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 دونك سي ان بولينوم دو سكوند دوغري دونك الا هي 1 البي موان 4 وسي 3 من لهنا مش لازم نحسب دلتا خاطر لاحظ لهنا كي نجمع ا بلس بي بلس سي Donc, 1 divisé par moins 4, là, t'as le moins 3, plus 3 égale à 0. Donc, directement, là, x prime égale à 1, ou x seconde égale à c sur a. C est 3, ou a est 1, 3 sur 1 égale à 3. Directement. Donc, n'am le factorisation. Donc, belle formule, elle est la factorisation d'un polynôme de second degré qui est garanti deux solutions, ou deux racines. Donc, elle a est 1. Fois x moins x prime, moins 1, fois x moins x seconde. Donc, elle est la factorisation, t'as le monôme. الفوقاني نشوف توا اكس كاري موان 9
باش نعمل له فاكتوريزاسيون دونك x كاري موان 9 هو سو لا فورم a كاري موان b كاري خاطر 9 تتكتب 3 بيسونس 2 و a كاري موان b كاري تولي a بلس b فوا a موان b دونك x بلس 3 فوا x موان 3 دونك نرجع للليميت تاع الفونكسيون نتاعو نعاود النوميراتور بالفاكتوريزاسيون نتاعو الدينوميناتور بالفاكتوريزاسيون نتاعو باش نلقى سامبليفيكاسيون هاني عوضت باش نلقى سامبليفيكاسيون بالx موان 3 ريتو دونك فاكتوريزاسيون الفوق واللوطا بالطبيعة كان ما عندكش مثلا فاكتوريزاسيون في المقام مثلا كان يعطيك في المقام x موان 3 ما فيهاش فاكتوريزاسيون دونك من غير ما نعمل دونك اوتوماتيكمون وقتها نعملوا فاكتوريزاسيون للنوميراتور بركة وباش نلقى زادة اون سامبليفيكاسيون دونك سامبليفيكاسيون x موان 3 باش تقعد لي ليميت لورسكو x تون فيغ 3 دو x موان 1 سور x بلس 3 طويكا كي نعاود x باغ 3 نلقى الفورم انديتيرمينات نحت 3 الا 1 الفوق 2 و 3 مع 3 الفوق 6 دونك 2 على 6 اللي هي 1 سور 3 بالطبيعة لهنا إذا ينجم لهنا يكون عندك أن مونوم دو تخوازيام دوغري لازم تعمل له فاكتوريزاسيون كيما وريتكم عطيتكم لي زيتاب تنجم تلقى اكس او كوب موان حاجه مثلا تولي تعمل بالا او كوب موان بي او كوب لهنا تستعمل دي ميثود نتاع فاكتوريزاسيون اللي مديتهملكم بور فاكتوريزي المفيد الميثود الوحيده كيبدا عندك فونكسيون راسيونيل لورسكو اكس تون فيغ ا هي فاكتوريزاسيون ومن بعد ديك سامبليفيكاسيون تعديو لسانكيام كا ليميت دون فونكسيون طويكا بالراسين كاري في حالتي نشوفهم شوف في سانكيام كا لورسكو اكس تون فيغ ا وفي سيزيام كا لورسكو اكس تون فيغ لانفيني بيه طويكا لورسكو x تون فيغ ا فونكسيون بالغاسين كاري لورسكو x تون فيغ ان ريال ا ان نومبر فيني ليتاب 1 اون ملتيبلي نوميراتور و دينوميناتور بار لو كونجوغي دو دينوميناتور و ليتاب 2 نعملو سامبليفيكاسيون نعطيكم في لي كا كيما هما راه طبقهم عينيك مغمضة اون فوا عارف انت موجود فينا كا بيه ان بتي اكزومبل ليميت لورسكو x تون فيغ 2 دو غاسين كاري دو x موانز 1 موانز 1 سور x موانز 2 دونك لهنا كي تعوض بالطبيعة قبل ما نشوف قبل ما نطبق الفورمول من الاول لازمني نشوف اسكو فما فورم انديتيرميني والا لا دونك كي نعوض ليكس بال2 لهنا باش نلقى 2 موان 1 1 راسين 2 1 1 1 موان 1 0 لوطا 2 موان 2 0 دونك 0 سور 0 سي اون فورم انديتيرميني دونك باش نضرب الفوق اللوطا بالكونجوغ في الكونجوغي نتاع الراسين كاري دونك الكونجوغي نتاع راسين دو اكس موان 1 موانز 1 هي راسين دو اكس موانز 1 بلس 1 دونك جوست العلامه هذه تبدل عندك موان تردها بلس عندك بلس تردها موان دونك شنو نضرب فوق اللوطه في الراسين دو اكس موانز 1 بلس 1 هاكا بالاحمر هو الكونجوغي نتاع الراسين كاري دو اكس موانز 1 موانز 1 باه عدد في الكونجوغي نتاعو من غير ما تقعد تنشر لهنا وتضيع في وقتك ديريكتومون باش تلقى الفورمول ا موان بي فوا ا بلس بي اللي هي ا كاري موان بي كاري دونك لهنا ال ا هي راسين دو اكس موان 1 والبي هي 1 دونك باش تولي ا كاري موان بي كاري اوكي باه راسين دو اكس موان 1 كاري هي اكس موان 1 وال1 كاري هي 1 دونك اكس موان 1 موان 1 باش نلقوا اكس موان 2 سور اكس موان 2 فوا راسين دو اكس موان 1 بلس 1 دونك كيما قلنا من الاول تضرب وتقسم في الكونجوغي من بعديك باش تلقى اون سامبليفيكاسيون اوتوماتيكمون دونك اكس موان 2 الفوق اكس موان 2 اللوطا تتنحى دونك باش تقعد لي 1 سور الغاسين دو اكس موان 1 بلس 1 طويكا كي نعاودو ليكس ب 2 ما عادش فما فورم انديتيرميني خاطر لوطا ولات عندي غاسين دو 2 موان 1 اللي هي 1 1 بلس 1 2 دونك تقعد لي 1 2 سيزيام كا ليميت دون فونكسيون غاسين كاري المره هذه لورسكو اكس تون فيغ لانفيني بلي كا لورسكو اكس تون فيغ ا طويكا لورسكو اكس تون فيغ لانفيني دونك لهنا اون فاكتوريز دو فوا الميثود سي لا سول ميثود ديما اون فاكتوريز مرتين اكزومبل باش ناخذ ليميت تاع راسين كاري دو 4x كاري بلس 2x موان 5 بعديك موان x لورسكو x تون فيغ لانفيني لهنا موان لانفيني علاش اون فاكتوريز مرتين دونك المره الاولى باش نخرج اكبر دوغري تاع x اون فاكتور في وسط الراسين دونك اكبر دوغري تاع x هو x بيسونس 2 باش نخرجو اون فاكتور في وسط الراسين برك دونك بون سي اون فورم انديتيرميني بيان سور باه دونك باش نخرج x كاري اون فاكتور في وسط الراسين دونك كي نخرج x كاري اش تقعد لي دونك من 4x كاري تقعد 4 كي تخرج x كاري من 2x باش تقعد لك 2 سور x دونك كي تعاود تعمل ديفلوبمون باش تلقى 2x كاري سور x سامبليفيكاسيون باغ x تلقى 2x ومن 5 باش تقعد لك 5 سور x كاري خاطر x كاري فوا 5 سور x كاري سامبليفيكاسيون باغ x كاري تقعد لك موان 5 وتخليها لموان x باهي من بعديك تقسمو الغاسين غاسين دو x كاري وحده فوا غاسين دو 4 بلس 2x بلس 2 سور x موان 5 سور x سور x كاري باردون واحد خاطر لنا عندك عملي ضرب في البرودوي الغسيل نجمو نقسموه باه لهنا زاد من الغلط الشائكه في الباك غسيل دو اكس كاري هي شنو هي فالور ابسولو دو اكس اوكي في القيمه في القيمه ما سيت حتى شيء جوست لهنا بدلت غسيل دو اكس كاري بالفالور ابسولو دو اكس
والفالور ابسولي دو اكس شناهي؟ هي اكس هي موان اكس، ماهيش ديما اكس، ماهياش ديما اكس. لهنا نخدم في الموان لانفيني، دونك الفالور ابسولي دو اكس ايكال موان اكس. كان جات بلوس لانفيني تولي اكس، دونك لهنا موان اكس. دونك هذه عملت الفاكتوريزاسيون الاولى كي خرجت الاكس كاري اون فاكتور في وسط الغاسين. كان جا عندك اكس بيسونس 3 تخرج اكس بيسونس 3، اكس بيسونس 4 ما يعطيك اكس بيسونس 3، اكس بيسونس 4 تخرج اكس بيسونس 4، ديما تخرج اكبر بيسونس في وسط الغاسين. باه من بعد كيفاش نلقاو اون دوزيام فاكتوريزاسيون؟ قلنا اون فاكتوريز دو فوا، دوزيام فاكتوريزاسيون باش يصير تويكا بالاكس ولا بالموانز اكس كيما تحب انت. دونك نخرج x en facteur ولا moins x en facteur باش تقعد لي غاسين دو 4 plus 2 sur x moins 5 sur x sur x carré. خرجت le moins x باش تقعد لي plus 1. نحات الفورم انديتيرميني، دونك جي فاكتوريزي دو فوا نحات الفورم انديتيرميني. علاش؟ خاطر 2 sur x بون الاكس هذايا تنفيغ موان لانفيني، دونك موان اكس ال تنفيغ بلوس لانفيني. 2 سور موان لانفيني 0 اي عدد على لانفيني 0 كيف كيف 5 سور لانفيني 0. اش تبقى لي لهنا؟ قالت لي غاسين كاري دو 4 بلوس 0 موان 0، دونك غاسين دو 4 هي 2، 2 بلوس 1 3، 3 فوا بلوس لانفيني ايكال بلوس لانفيني. واضح؟ في الغاسين كاري شفنا لي دو كا وقت اللي اكس تنفيغ ا و اكس تنفيغ لانفيني. هذو ما راهو ديما نرجع لهم على فكره كل عام، صحيح نقريهم ديما في اول العام، اما في اخر العام ديما نرجع للريفيزيون كيفاش تحسب الليميت. خاطر في الباك كما قلت لكم فونكسيون تبدا مخلطه ما فيهاش الان واكسبونونسيال برك، باش نوصل بعد شويه للالان والاكسبونونسيال. دونك وصلنا تويكا الفونكسيون لوغاريتم، كيفاش نحسب الليميت تاع فونكسيون فيها دي لوغاريتم نيبيريان؟ لازم نقبل كل شيء نعرفوا لي فورمول نتاع 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 اللوغاريتم نتاع ليميت اون فونكسيون لوغاريتم. دونك الفورمول الاولى ليميت ln دو x لوغسكو x تنفيغ 0 بلس ايكال موان لانفيني، في البلس لانفيني ln ل تنفيغ بلس لانفيني، ln دو x سور x في البلس لانفيني هي 0. هذوما لازمك تحفظهم معناتها بدون نقاش، خاطر طبقها ديريكتومون لي فورمول الخمسه هذوما باش طبقهم ديريكتومون. لهنا اون بو جينيراليزي سي تروازيام فورمول كي نحط ln بويسونس ان اكس ولا ln دو اكس بويسونس ان سور اكس بويسونس ام ايكال 0. دونك في الفورمول هذه الان ايكال 1 والام ايكال 1، دونك اون بو توجور جينيراليزي مثلا ليميت في البلوس لانفيني نتاع ln دو اكس بويسونس 3 سور اكس بويسونس 10 ديما تقعد 0 كيلك سوا ان اي ام دون زيد مام. ليميت في 0 بلس نتاع x ln دو x ايكال توجور ا 0، اون بو زاد على جينيراليزي x بيسونس n ln دو x بيسونس m ال تنفيغ 0 لوسكو x تنفيغ 0 بلس. اي فينالمون ليميت نتاع ln دو x سور x موان 1 لوسكو x تنفيغ 1 ايكال 1 سيت ايكيفالون زاد لليميت تاع ln دو x بلس 1 سور x لوسكو x تنفيغ 0 زاد ايكال 1. دونك هذوك الزوز الاخرانيين ايكال 1. دونك لازمك تحفظ سي 5 فورمول باش تنجم تحسب ليميت تاع فونكسيون لوغاريتميك. ماكش حافظ فورمول مستحيل تنجم تحسب ليميت تاع فونكسيون فيها لوك. باه باش نشوفوا ليكزومبل هذا، ليميت دو لا فونكسيون x كاري بلس ln دو x لوسكو x تنفيغ بلس لانفيني. دونك باش نعوض الاكس بالبلس لانفيني، دونك الx او كاري ال تنفيغ بلس لانفيني، والln دو x وقت اللي x تنفيغ بلس لانفيني سي اون فورمول ال تنفيغ بون باردون لهنا كيف كيف لهنا فما سينيمو بون كان عندي نجم نصلحها سينو باه x كاري موان ln دو x. خاطر من الاول حبيت نخدمها بالبلس ln دو x قلت معناتها زايد خاطر ما نلقاوش فورم ديتيرميني. باه كي نقعد في الفونكسيون هذايا x كاري بلس ln دو x، دونك هذه بلس لانفيني هذه بلس لانفيني، باش نلقاو بلس لانفيني ما فماش اون فورم ديتيرميني. من بعديك بدلتها باش ما نضيعش الوقت، بون ما ضيعت الوقت. باه لهنا موان بالله يصلحوها لهنا موان و باردون مره اخرى. دونك ليميت لوغسكو x تنفيغ بلس لانفيني x كاري موان ln دو x. اوكي الله غالب. دونك ليكزومبل هذايا باش يمشي غالط الكل، خاطر في بالي موان ln دو x. الله غالب الله غالب الله غالب الله غالب. دونك بون نزرب نزرب. ان توكا ان توكا ان توكا ان توكا اون سيبوز لهنا اللي هذه موان او موان، دونك بلوس لانفيني موان لانفيني. دونك نخرج x اون فاكتور الله غالب x تولي موان ln دو x سور x بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، خاطر هذه ال تنفيغ 0 الله غالب. تنجمو تعاودو معناتها ليكزومبل هذا افيك ان سيني موان لهنا x كاري موان ln دو x، دونك هذه باش تولي موان، اما نخرج ديما x اون فاكتور x اون فاكتور خاطر من ln دو x تقعد لي ln دو x سور x في البلوس لانفيني ln دو x سور x فورمول هي 0، هذاك خرجت x اون فاكتور. وديما اون جينيرال تبدا عندك فونكسيون بالالان دو اكس وانت تخدم في الانفيني وتلقى فورم انديتيرميني، خمم ديريكتومون انك تعمل فاكتوريزاسيون. باه
ليميت نتاع فونكسيون فيها اكسبونونسييل باش نرجعوا للي كان نتاع ليميت افور ميزور مباديك في الفارياسيون في كل شيء. باه الفورمول الاولى ليميت تاع اكسبونونسييل اكس في الموال انفيني ايغال ا زيرو، ليميت اكسبونونسييل اكس في البلوس لانفيني ايغال ا بلوس لانفيني، ليميت في البلوس لانفيني اكسبونونسييل اكس سور اكس ايغال بلوس لانفيني. تحفظوهم هذو في ما فيهش لعب. اون بو جينيراليزي زاد لي ليميت الثالثه واللي من بعدها، ليميت في البلوس لانفيني اكسبونونسييل ان اكس سور اكس بيسونس ام ايغال بلوس لانفيني. الرابعه ليميت في الموال انفيني تو خاطر في الفونكسيون اكسبونونسييل نجم نخدم في الموال انفيني و بلوس لانفيني، دونك طون كيل معناتها طون كيل اي ديفيني سور ار، مادام ديفيني سور ار دونك لي ليميت في الموال و البلوس لانفيني اكزيست، مش كيما الفونكسيون ال ان اللي ديما نخدمها بين الزيرو و بلوس لانفيني، زيرو بلوس و بلوس لانفيني. دونك ليميت في الموال انفيني اكس اكسبونونسيال اكس ايغال ا زيرو، اون جينيرال ليميت في الموال انفيني اكس بيسونس ان اكسبونونسيال ام اكس ايغال ا زيرو. فينالمون ليميت في الزيرو اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس ايغال ا 1، هذه هي الفورمول نتاع التو داكروسمون. اكزومبل ليميت في البلوس لانفيني اكسبونونسيال اكس بلوس 1 سور اكسبونونسيال اكس موان 1، دونك تلقى لانفيني سور لانفيني خاطر الاكسبونونسيال اكس لوغ اكس تون فيغ بلوس لانفيني ال تون فيغ بلوس لانفيني، دونك هذه بلوس لانفيني بلوس 1 بلوس لانفيني بلوس لانفيني موان 1 سي بلوس لانفيني، دونك بلوس لانفيني سور بلوس لانفيني سي اون فورم انديتيرميني كيما قبيلك في الفونكسيون لوغ بالطبيعه بعد ما صلحتوها في عوض بلوس حطيتو موان. باه وباردون اون دوزيام فوا. دونك كيف كيف في الفونكسيون ال ان دو اكس تخمم ديريكتومون كي تبدا عندك ليميت في الانفيني انك تخرج مش اكس مره هذه تخرج الاكسبونونسييل اون فاكتور، في اللوك تخرج الاكس اون فاكتور، تخرج خمم فيها ديما تخرج الاكس اون فاكتور، في الاكسبونونسييل تخرج الاكسبونونسييل اون فاكتور. دونك هذاك اللي باش يصير لهنا باش نخرج اكسبونونسييل اكس الفوق واللوت اون فاكتور، دونك كي نخرج اكسبونونسييل اكس من هنا باش تقعد 1 ومن هنا باش تقعد 1 سور اكسبونونسييل اكس، كي تعاود تعمل ديفلوبمون اكسبونونسييل اكس فوا 1 سور اكسبونونسييل اكس باش تلقى 1. اللوطه كيف كيف الدينوميناتور تخرج اكسبونونسييل اكس زاد اون فاكتور باش تقعد لك 1 موان 1 سور اكسبونونسييل اكس، وديريكتومون كيما في الالان باش تلقى سامبليفيكاسيون بالاكسبونونسييل. سي سون دي ميثود بازيك، ديما ليميت في الانفيني في تبدا عندك فونكسيون لوغ اون فوا لقيت فورم انديتيرميني تبدا عندك فونكسيون لوغ تخرج اكس اون فاكتور، تبدا عندك فونكسيون اكسبونونسييل تخرج الاكسبونونسييل اون فاكتور ديما. باه خرجت الاكسبونونسيال اكس اون فاكتور في الدينوميناتور والنوميراتور، عملت سامبليفيكاسيون بالاكسبونونسيال اكس تتنحى الفورم انديتيرميني. دونك كي نعوض لهنا الاكس بالبلوس لانفيني الاكسبونونسيال اكس ال تون فيغ بلوس لانفيني سي اون فورمول، دونك 1 سور بلوس لانفيني 0 عدد على لانفيني 0 اللوطه كيف كيف، دونك باش تقعد لي 1 سور 1 دونك ايغال 1 1. باهي نتعداو الكا الثامن ليميت دون فونكسيون كومبوزي، دونك شوفوا الكومبوزي تاع دو فونكسيون. باه كي تبدا عندك فونكسيون اف رونجي دو اكس باش تحسب الليميت نتاعها لورسكو اكس تون فيغ ا، اوكي نبداو ديما بالليميت نتاع جي دو اكس تاع الفونكسيون اللي في وسط الاف فونكسيون ثاني، دونك تحسب الليميت لورسكو اكس تون فيغ ا دو جي دو اكس باش تلقاها ال، ومن بعديك تحسب الليميت لورسكو اكس تون فيغ ال نتاع الفونكسيون الاولى اف دو اكس باش تلقاها ب. واضح؟ باه شوفوا ان تي اكزومبل نطبقوا فيه هذا. دونك لهنا عندي السوم نتاع دو فونكسيون الطرح زاد يتسمى سوم في المات. باه لورسكو اكس ليميت لورسكو اكس تون فيغ 2 بلس تاع 2 موان ال ان دو اكس موان 2، دونك الاكس لهنا ما فيهاش مشكل خاطر ال تون فيغ 2. باه الاكس ال تون فيغ 2 دونك نعاود الاكس بال 2 معناتها الثانيه ال ان دو اكس موان 2 تتسمى فونكسيون كومبوزي خاطر عندك ال ان دو اكس موان 2 كيما هذه اف رونجي عندك اف رون جي، دونك الاف هي ln دو اكس والجي هي اكس موان 2، اوكي فوالا دونك ln دو اكس موان 2 تكتب اف رون جي دو اكس سي اون فونكسيون كومبوزي، دونك الاف دو اكس هي ln دو اكس والجي دو اكس هي اكس موان 2، دونك جي هي الفونكسيون اللي في وسط الفونكسيون الاولى، الاولى هي الاف دو اكس والجي هي اكس موان 2، اوكي هذايا فونكسيون كومبوزي تتسمى. باش نحسب لها ليميت وانا نخدم في الدو بلوس باش نبدا قلنا بالفونكسيون الثانيه بالجي بالفونكسيون اللي في وسط الاف بالجي، دونك نحسب الليميت في الدو بلوس نتاع الفونكسيون الثانيه جي اللي هي اكس موان 2، دونك لهنا ديريكتومون باش نعوض الاكس بال 2 2 موان 2 ايغال ا 0. من بعديكا باش نحسب الليميت لورسكو اكس تون فيغ اللي لقيتو 0 تاع الفونكسيون الاولى تاع الاف اللي هي ال ان 2 اكس، اوكي 0 ولا 0 بلوس كيف كيف لهنا خاطر نخدم في الدو بلوس، دونك ال f دو x اللي هي ln دو x والليميت تاع ln دو x في 0 بلس باغ ديفينيسيون هي موال انفيني. الريزولتا الاخرى الليميت الاخرى اللي لقيتها موال انفيني هي الليميت نتاع الكومبوزي كام نتاع الفونكسيون كومبوزي معناتها نتاع ln دو x موان 2 نتاع هذه هي موال انفيني. هذا كيفاش نخرج
من ليميت تاع فونكسيون كومبوزيت. دونك هذايا موان لانفيني ليميت دو ال ان دو اكس موان 2 هذه برك موان لانفيني قبلها فما ان سيني موان دونك تولي بلس لانفيني كي تزيد على بلس 2 باش تلقى بلس لانفيني. واضح؟ دونك هذايا استوس كيفاش نحسب ليميت دون فونكسيون كومبوزيت. باش نكمل ليميت افيك ليميت دي فونكسيون تريغونومتريك. دونك لهنا فما 3 كا في لي فونكسيون تريغونومتريك. يا اما تحسب ليميت تاع فونكسيون تريغو وقت اللي اكس تنفير 0. لهنا فما 4 فورمول تحفظهم زاد. والا تحسب ليميت تاع فونكسيون تريغو وقت اللي اكس تنفير ا وال ا ديفيرون 0. لهنا ديما معناتها نخرجوها الليميت هذه بعد ما نعملوا ان شونجمون دو فاريابل. غران اكس ايغال اكس موان ا. X moins A posé à grand X, puisque les grand X tend vers 0. Dernier cas, fait la limite à fonction trigo, les X tend vers l'infini. Fait le halé, il y a un encadrement. Bish n'abde bso kalou la. Limite à fonction trigo, les X tend vers 0. Donc, l'année, on a 4 formules. La formule lou la. Sinus à X sur X égale à A. Les fust, donc, le madrouf X, c'est le fust sinus. Hé, le résultat. Qui n'a pas A bel 1. Kif kif, bish n'abde la limite fait 0, ta sinus X sur X égale à 1. En particulier. كيف كيف التانجنت ليميت في الزيرو تانجنت ا اكس سور اكس ايغال ا كي تعوض ال ا بال 1 باش تلقى ليميت في الزيرو تانجنت اكس سور اكس ايغال 1 دونك لهنا سي ان كا بارتيكولي خاطر هذا اكثر مستعمل باغ كونتر مثلا ليميت في الزيرو نتاع سينوس 5 اكس سور اكس ايغال 5 ليميت في الزيرو نتاع تانجنت 7 اكس سور 7 سور اكس باردون ايغال 7 اوكي دونك كيل كو سوا ا لهنا لهنا اون بارتيكولي فيت ال ا ايغال 1 في الحالتين. Formule thirde, limite fait 0, on a 1 moins cos x sur x égale à 0. Dernière limite, fait 0, on a 1 moins cos x sur x carré égale à 1,5. Et tout le monde a fait des démonstrations. Mais, je ne sais pas si je démonstration, je ne sais pas si je fais une démonstration. Je ne sais pas démonstration, je ne sais pas si. Donc, si tu as une limite ta fonction trigonométrique lorsque x tend vers 0, tu as beaucoup de formules là-bas. X colonne tend vers 0. Exemple. Donc, je fais deux exemples. L'autre, limite par x tend vers 0, sinus 2x sur tangente x. L'année, on va directement, on va le fouk ou l'autre par x. Directement, on va dire que l'on va le bastou le maqam par x. Mais il va le hachay f l'amalaye. Mais ça, le hachay, c'est le fouk ou l'autre par x. Allez, je vais le fouk ou l'autre par x. On va dire la formule. On va dire la formule. Donc, sinus ax sur x, on est égal à a, donc les x tend vers 0, donc a est à 2, donc il faut qu'elle tend vers 2. Ok? Elle tend vers 2. Ça m'a dit formule édique. Ou les tartes kif kif. Tangente ax sur x égale à a, ou elle en particulier, tangente x sur x égale à 1, directement. Donc, l'année 2 sur 1 égale à 2. Deuxième exemple. Bon, deuxième exemple, l'année, je vais nous mettre la méthode de Fénin. Limite ta fonction trigo, voir que x tend vers a, avec a différent de 0. X tend vers pi sur 6. Donc, deuxième méthode, ta limite des fonctions trigo, quand on a x tend vers a, on a directement un changement de variable, on pose grand x égale petit x moins pi sur 6. Bien sûr, il y a l'alcool, on va voir est-ce qu'on a une forme indéterminée ou elle est là. Donc, on va voir l'x par pi sur 6. Donc, fait pi sur 6, qui t'aouze l'x pi sur 6, sinus pi sur 6, moins 1,5, sur racine carré 3 sur 2, moins cos pi sur 6. Donc, sinus pi sur 6, c'est 1,5, cosinus pi sur 6, racine 3 sur 2. Donc, je tape 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, là, on va poser grand x égale petit x moins pi sur 6. Donc, madame grand x, c'est petit x moins pi sur 6. Donc, on charge petit x, c'est grand x, plus pi sur 6. Là, الغالب حاجه خارجه على اطارنا على نطاقنا دونك باش نعوضوها سيونس وكا الغالب 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 ديزولي لهنا الغالب حاجه خارجه على اطارنا على نطاقنا دونك باش نعوضوها سيونس وكا الغالب 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 ديزولي لهنا